وخلينا نرجع لموضوع مهم كمان ليه علاقة بكرة القدم وهي الدورات الرمضانية. شوف بقى لسه كنت هقول لك بما احنا بنتكلم عن مظاهر رمضان واللي بيميز رمضان عن بقية السنة، في حاجات كده معانا من واحنا صغيرين وهي فكرة الدورات الرمضانية. الدورات الرمضانية دي يعني هي سمة زي ما بتقال أساسية في شهر رمضان، تظهر لك فجأة كده الدورات الرمضانية وليها تاريخ كبير هنتكلم مع حضراتكم فيه، بس هي كرة القدم تحديدا اللي بيتعمل فيها دورات رمضانية لأن هي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى. رمضان الموضوع فيه كمان أو فكرة الدورات الرمضانية ما بتكلفش. تعالوا نرجع او نخلينا نرجع يا هيثم شويه كده، زمان كان الوضع على القد، يعني تحط كده ترسم انت الجول، الناس اللي عندك في الشارع، صحابك في العماره، تعملوا دورات رمضانيه مختلفه، بتبقى حتى مش بفلوس ولا اي حاجه. بعد كده ابتدى الموضوع يتطور شويه، بعد كده بقت النوادي، بعد كده بقت مراكز الشباب، بعد كده بقى الموضوع فيه برضو اجر رمزي، يعني الدنيا عماله تتطور. لكن الدورات الرمضانيه من اكبر الحاجات او من اكتر الحاجات اللي هي بتعبر عن رمضان، ومنها على فكره بالمناسبه طلع برضو لعيبه كتيره جدا هنتكلم في ده وهنقول اساميهم لحضراتكم، بس فيها متعه. حتى احنا برضو من واحنا صغيرين فكره ان احنا نروح نتفرج، مش لازم تشارك تلعب يعني، بس روح تتفرج، كانت متعه بالنسبه لنا. انا فاكره في نادي السيد عندنا وفي الانديه المختلفه كنا دايما نروح بعد فطار نتفرج على الماتشات المختلفه، تلاقي بقى في مواهب ظهرت، تلاقي اصحابك مثلا اللي انت معاهم معاك في المدرسه او غيره ابطال في كره القدم، تفاجئ بالمستوى. فيعني لا بجد من الحاجات الجميله اللي احنا كمان بنعتز بيها في رمضان. خلينا يعني استحضر مشهد كده مع الساده المشاهدين، خلينا نفتكر يعني صوره زي دي. دي دوره رمضانيه، مساحه فاضيه قدام بيوت، معلش يا جماعه سيبوا لنا الصوره دي. خطوط الملعب معموله بالجير، وعلى فكره بتبقى مقاسات مظبوطه، يعني الناس بدون ما حد يقول لها والله هنا وانت تلاقوا عاملين المقاسات. عايز اقول لكم في المشهد ده والصوره دي شايفين الجمهور، شايفين لا يعني قصدي اقول ده شايفين الجماهير باقل والشباب امكانيات. يا هيثم باقل امكانيات بتتعمل، وخليني اقول لكم يعني بصوا السعاده بقى عاملين جو جميل وحاضرين مباراه باقل الامكانيات، وده يمكن موجود حتى الان. يمكن زمان كان الكره الشراب لو تفتكر، انا هوند كانت الكره بص الشراب. بص انا ما افتكرش قوي بس اسمع عنها. لا احنا شفناها في افلام عادل امام الحريف. أيوة. شفنا الكره الشراب، ولكن يمكن ما حضرناها. انا عايز اقول يعني الدورات الرمضانيه دي مظهر من مظاهر رمضان طبعا، وعايز اقول ان هي على مدار التاريخ خليها شكل زمان. انا عايز اقول لك ان بقى في دورات في بعض المناطق بيبقى فيها جوائز ماليه، يعني يقول لك الاول هياخد مش عارف كام وتلاقي ألف الناس يا هيثم هم اللي بيجمعوا من بعض فعلاً. يعني اهالي المنطقه اللي بيجمعوا من بعض صحيح. يعني حاجه جميله. وهقول لك على حاجه، احنا ياما قلبنا على السوشيال ميديا وشفنا لقطات كوميديه وفكاهيه في دورات رمضان، اي حد بيجيب جون بيجري بطريقه كوميديه. يعني قصدي اقول ان الدورات الرمضانيه دي يعني الحقيقه كلنا عشناها، حتى اللي ما عندوش مساحه فاضيه بيزهق، لابسين طقم واحد وشورت واحد، عايشين جو حلو. حتى واحنا صغيرين لو ما كانش في مساحه فاضيه كانت الناس بتنزل تلعب في الشارع في الحته اللي قدامهم، يقسموا ويعملوا يعني طوب صغير ويحطوا المقاسات بتاعه الملعب ويلعبوا ويقعدوا يلعبوا. والجميل كمان كان قبل الفطار وبعد الفطار. عندك صح صح يعني ناس تتقسم هنا بالزبط. وهنا مظبوط، يعني ممكن تلاقي قبل الفطار بعض الدورات الرمضانيه وقبل الفطار وبعد الفطار، فطبعا ملهاش وقت. حاجه مظهر جميل يعني، حتى ده بصي يعني كمان ده في بند كمان بند موسيقي في شغل عالي بيتعمل. لا ده حقيقه، ده فين الدوره الرمضانيه دي يعني هتلاقيها في كل شارع يا هيثم، هتلاقيها في شوارع واحياء مصر المختلفه. لا بصي الولد الصغير مركز ازاي. لا بصي طبعا ماسك السلك ومركز. وعلى فكره بقى خلي بالك من حاجه، فكره كمان ان انت تروح تعمل دورات رمضانيه ليها اكتر من يعني زي ما بتقال ناتج حلو ايجابي، ان انت اولا بتلفت نظر الشباب الصغير والاطفال الصغيرين للرياضه صحيح. فكره ان هم يتفرجوا نفسهم يبقوا زيك، فانت بتغير شويه الفكر الوحش او الحاجات اللي الاوقات بتبث في الدراما او في السينما موجود في العالم كله مش بتكلم بس عندنا، فانت بتبتدي تشد انتباه الاطفال دول للرياضه اكتر للكوره اكتر، فاعتقد ده في العموم كله بيبقى نتائجه ايجابيه علينا جميعا وعلى المجتمع. انت عارفه الدوره دي في الغربيه طبعا في الغربيه تحديدا بلغونا في الغربيه فيعني بقول لكم في كل مكان الحقيقه هتلاقي الدورات الرمضانيه دي بصراحه. وكمان الجميل فيها ان اكاد اجزم انا يعني من غير ما افكر ان مفيش نجم كبير في كره القدم الا ما لعب دوره رمضانيه، مستحيل. انا عايز اقول لكم ان حتى احنا في القناه هنا يعني مع نجومنا الكبير كابتن اسلام الشاطر طبعا نجم كبير، كابتن ايمن شوقي، بنعمل كل ده بيتعمل دورات رمضانيه. يعني قصدي اقول لك انت مغمض كده مفيش نجم موهوب في كره القدم خرج الا ما لعب يا اما كره شراب يا اما لعب دوره رمضانيه لازم. فاذا الدوره الرمضانيه تعتبر مظهر من المظاهر اللي ليها تاثير ايجابي جدا على الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. بس هسال سؤال هنا بقى، هل في
هساله لك انت وانا يعني عارف الاجابه، هل في دورات رمضانيه الالعاب الاخرى؟ بص المشهوره الدورات الرمضانيه معموله مين لكره القدم زي ما كنت بقول لك ان هي هي لعبه شعبيه. صحيح. اولى. صحيح. لكن انا مثلا عندنا في النادي من احنا صغيرين انا ما شفتش دورات رمضانيه ثانيه، بس بتهيألي فيه صح كده؟ في على نطاق ضيق جدا. نطاق ضيق جدا يعني في الالعاب الاخرى. ليه؟ الالعاب الاخرى يعني عشان تعمل دوره رمضانيه مش لازم تبقى بامكانيات، عايز في الباسكت بوردين باسكت مثلا ده مش هتلاقيه في اي حته. عايز مثلا في كره اليد عايز ملعب قانوني في كره اليد، طبعا ده مش هتلاقيه في كل حته. بالظبط. فاذا كره القدم سر انتشارها الرهيب ان هي بتنتشر بامكانيات بسيطه. بالظبط، قله الامكانيات او سهوله الامكانيات خلينا نقول. وده السبب ان اللعبه الشعبيه الاولى ان الناس بتحبها وممارستها مش عايزه امكانيات. انت كنت اكيد بتلعب برضه في الدورات؟ لا انا كنت بتمرن. يعني كنت كان المدربين والله انا وانت كانوا يحبوا يعملوا لنا التمرين قبل الفطار وانا ما كنتش احب اتمرن قبل الفطار. كنت بتعب جدا بس كنا مضطرين، كنا نروح قبل الفطار وبس. كان في المقابل اقول طب بعد الفطار ابقى فاضي، نفاجئ بماتشات بقى بعد الفطار. لا ده احنا لينا ذكريات كبيره جدا يا وانت مع رمضان.